تحية لكم الطبعة الأولى في قناة الحياة، وهذا أحمد المسلمين يحييكم، السلام عليكم. واحد فوق الخيال، 10 مشاهد لم تحدث إلا في حرب غزة منذ بدأ العدوان الإسرائيلي الآثم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإحنا شايفين مشاهد بعضها لم يحدث من قبل، شايفين حاجات فوق الخيال. ياما العالم مر بحروب، معارك، جرائم حرب، إنما في ابتكار وإبداع في الجريمة في غزة، في حاجات غير مسبوقة. النهاردة أتوقف مع حضراتكم على 10 مشاهد مما جرى في غزة. المشهد الأول إن في أطفال رايحين ياخدوا الطحين أو الدقيق من الأونروا، طبعا بيقفوا بالأيام علشان ياخدوا أي شوال دقيق، وبعدين وقع من حد فيهم، ففي أطفال قاعدين على الأرض بيجمعوا الدقيق من فوق الأرض. فتخيل مشهد في القرن 21 إن في أطفال بتجمع الدقيق من فوق التراب علشان خاطر لو أي طحين أي طعام في ظل أزمة غذاء غير مسبوقة على الإطلاق. مشهد يفطر القلوب. المشهد الثاني، أطفال في ظل البرد الشديد جدا وبرد لا يطاق، فالأطفال قعدوا يجمعوا ورق من كذا مكان وقعدوا يحاولوا يتدفوا على هذا الورق اللي هو أصلا هينتهي بعد 4 5 دقايق، يكون هذا الورق احترق وانتهى لأنه مش حطب أو خشب أو فحم، ده ورق بعد دقائق هينتهي. ومع ذلك أي شيء من أجل التدفئة في هذا البرد القارس، أيضا مشهد يفطر القلوب. المشهد الثالث، رضيع اتولد أثناء الحرب، وهذا الرضيع مفيش أي إمكانية لأي حليب لهذا الرضيع، فبدل الحليب بيشرب مية وبيشرب بنهم لأنه في حالة عطش شديدة جدا. فتخيل لما يكون رضيع عنده أسابيع مفيش حليب للأطفال، فهذا الرضيع لم يذق الحليب منذ ولد، ولما لقى حاجة لقى مية يشربها بدل الحليب. مشهد قاسي ومؤثر جدا. المشهد الرابع، الجيش الإسرائيلي عمل شيء يعني لو مشهد في السينما هتقول إن هو يعني غير واقعي بالمرة، وإن ده خيال للمخرج مش ممكن يجي على بال حد. فاللي عمله الجيش الإسرائيلي في المقابر أو في المدافن، لأن في ناس ماتت عند مستشفى كمال عدوان وكذا مكان، فبيحفروا وبيدفنوا عدد كبير من الناس، ممكن تلاقي عشرات أو مئات الجثث في مقبرة واحدة، مش دفن طبيعي لأن الأوضاع مش طبيعية، هو يعني كله جنب بعضه بيحاولوا يضعوا التراب فوقهم لأنه الوضع صعب جدا ومفيش حد أصلا يدفن حد في هذه الظروف القاسية جدا. فالجيش الإسرائيلي حرث المقابر زي كده، اللي بيحرث الأرض بالمحراث، حرث المقابر، طلع الجثث وسحق الجثث بالدبابات والجرافات. أي مرض نفسي هذا؟ أي خلل عقلي هذا؟ يعني مين يجي بباله خلاص الناس دي ماتت موجودين تحت التراب، يطلعهم من تحت الأرض وينبش المقابر ويحرث الأرض، يطلع الجثث مرة تانية وبعدين يفرم ويدهس هذه الجثث بالجرافات وبالدبابات. خيال، مش ممكن حد يتخيل ان في اي انسان من اي دين من اي مذهب من اي جيش من اي بلد من اي حتى في العالم يقدر يتصرف بهذه الطريقة اللي هي غير انسانية بالمرة، وفيها ابتكار في الجريمة وابتكار في إهانة وتدنيس الموتى. والمشهد التالي، المشهد الخامس، دفن مصابين أحياء، إن في جرحى ومصابين، يعني أقصى درجة غير أخلاقية بتسيب المصابين بدون إنقاذ، ولو أنت عارف إن هم هيموتوا وسبتهم فده أشد شيء ممكن تعمله، إن في إنسان بينزف بتسيبه حتى الموت، إنما لأ،
برضو عدوا الخيال، والجيش الإسرائيلي دفن المصابين والجرحى وهم أحياء. تخيل أي قلب إنساني ده، من أي حجر صنعت هذه القلوب، إن في إنسان قدامك جريح أو مصاب أيا كان هذا الإنسان، وأنت متأكد أصلا أنه هو لا مقاتل ولا علاقة أصلا بالموضوع، دول كلهم أطباء على ممرضين على ناس غلابة على ناس نازحين، لأنه لو هم من الناحية الأخرى مش هيقدر كان يوصل بهذه الطريقة. فياخد هؤلاء الناس الأبرياء والبسطاء جدا، وبعدين وهم جرحى أو مصابين يدفنهم وهم أحياء. من أي شيء صنعت قلوب هؤلاء الناس، زي ما قلنا إنه يدفن ناس أحياء وهم مصابين، إنما فعلها الجيش الإسرائيلي عدة مرات. والمشهد السادس إنه في راجل قاعد كبير في السن مقعد على كرسي متحرك، فراحوا على هذا الشخص المقعد على الكرسي المتحرك بتاعه ومعاهم كلب، وخلوا الكلب ينهش في هذا الرجل وهو قاعد على الكرسي مقعدا. أي بطولة لهذا الجندي وهذا الضابط، أي بطولة، أي شرف لما تجيب كلب وتخليه ينهش في إنسان مقعد كبير في السن قاعد على كرسي متحرك. انت كده ابدعت في ايه عسكريا؟ نديك وسام ايه او نشان ايه اللي ممكن ندهولك على هذه العبقرية اللي انت عملتها، ان خليت الكلب اللي معاك ينهش في هذا الانسان البسيط المقعد المريض على كرسي متحرك وهو فوق 70 من العمر. يعني اي بطولة ممكن نقولك على ايه العظمة اللي انت عملتها دي، اي شرف عسكري عندك، وبرضو اي خيال مريض لهذا المريض اللي خلاه يعمل كده مع إنسان مقعد مسن على كرسي متحرك. والمشهد التالي المشهد السابع إطلاق النار على الأطباء في مستشفى كمال عدوان، وقبل كده في كذا مستشفى، أطباء قدامك مفيش أي نقاش إن هم أطباء، مش بس عشان لابسين البلطو الأبيض، إنما أنت ما عندكش أي شيء ليهم على الإطلاق في أرشيفك أو معلوماتك الاستخباراتية لهم أي علاقة بأي شيء، وقدامك على مدى أيام وانت بتحاصر وبتضرب هم بيعالجوا المرضى والمصابين والجرحى، فانت شايف متأكد تماما دول أطباء ودول ممرضين ودول ممرضات، يعني وضوح تام لا لبس فيه. ومع ذلك في مشهد غريب جدا إن في حد يطلق الرصاص، جيش يطلق الرصاص على الأطباء وهم واقفين فيقتل طاقم الأطباء، جنون، شيء خارج العقل. والمشهد التالي المشهد الثامن إن عندنا حالة تجويع لم تحدث من قبل، مش موجودة في أي مكان في العالم الآن، وما كانتش موجودة في كل الحروب السابقة بهذه الطريقة، إن 100% من سكان غزة في حالة تجويع عندي 100%. كان الأول 10 20 30، وصلنا ل 80% 90%. الاتحاد الأوروبي بيقول دلوقتي 100% من سكان غزة، يعني كل اللي في غزة في حالة تجويع، ودي جريمة حرب. استخدام الجوع في الحرب جريمة حرب يجب أن يحاسب عليها قادة إسرائيل. والمشهد التالي احتجاز 8000 إنسان، 8000 فلسطيني منذ بداية الحرب، رقم كبير جدا، 8000 واحد، يعني بالإضافة ل 20000 شهيد، إنما كمان احتجاز 8000 إنسان في الضفة وفي قطاع غزة. والمشهد العاشر والأخير الرقص على الأطلال، مش البكاء على الأطلال، الرقص على الأطلال. شباك كتير ضباط وجنود واقفين فوق أطلال البيوت بعد ما دمروا هذه البيوت، واقفين فوق هذا الخراب اللي هم عملوه، وهم قاعدين يرقصوا ويحتفلوا ويحتسوا الشراب، وهم في حالة سعادة غامرة لأنهم دمروا هذا المكان وقتلوا من فيه وأدوا إلى نزوح من بقي على قيد الحياة ثم تجويعهم فيما بعد. يعني مشاهد كلها، ودي مش المشاهد الوحيدة، احنا اخترنا النهاردة 10 مشاهد لم تحدث في حروب سابقة،
ولو حدثت لم تحدث مجتمعة وفيها مشاهد سينمائية، يعني مش ممكن تخطر على بال إنسان إن ده يحصل في الواقع. هذه الحرب الإجرامية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة حرب غير مسبوقة بهذه الحدة وهذا العنف وهذا التوسع في الجريمة على كل الأصعدة. وعلى الرغم من ذلك لا يزال لدينا أمل في إقامة دولة فلسطينية. في النهاية كل دي أفعال احتلال، وكل احتلال إلى زوال. وإذا تصور نفسه الآن أنه في حالة قدرة ودعم أمريكي وأنه يستطيع أن يفعل ما يشاء، دي مرحلة مؤقتة، في المستقبل لن يستطيع أن يفعل ما يشاء وسوف يحاسب عما فعل. موقف مصر منذ اللحظة الأولى وإلى الآن عبر عنه الرئيس السيسي سواء في أحاديث أو خطب أو في كلماته في ملتقيات ثنائية أو دولية أو في قمم إقليمية. الرئيس السيسي قال إن إحنا يجب أن نصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار، وقف هذا العقاب الجماعي ومحاولة التهجير القسري، وقف الإبادة الجماعية. وقال الرئيس لابد أن نصل في نهاية المطاف عبر مفاوضات إلى إقامة دولة فلسطينية تكون كاملة العضوية في الأمم المتحدة. يرونه بعيدا ونراه قريبا. اثنين، العقل والدم. ألمانيا، من مارتن لوثر إلى إنجيلا ميركل. مجلة التاريخ المرموقة الفرنسية عملت عدد كامل عن تاريخ ألمانيا من مارتن لوثر إلى إنجيلا ميركل. الناقد والكاتب الأستاذ هاشم صالح تحدث عن هذا العدد المهم من مجلة التاريخ الفرنسية المرموقة. في هذا العدد موجز لتاريخ ألمانيا. لما نشوف موجز تاريخ ألمانيا هنلاقي أنه هو عبارة عن حاجتين، الدم والعقل. حروب كبيرة جدا، ضحايا كتير جدا جدا، إنما اللي أنقذ ألمانيا هو العقل الألماني والفكر الألماني والعلم الألماني، الحداثة الألمانية. يبقى عندك خطين، خط الدم وخط العقل في تاريخ ألمانيا. أول الحروب الحديثة وأكثرها عنفا، طبعا في حروب كتيرة قبل كده، إنما هنقف على أول الحروب الحديثة اللي هي حرب 30 عاما في ألمانيا اللي انتهت 1648 بمقتضى معاهدة أو صلح وستفاليا. 30 سنة حرب في ألمانيا، حرب مسيحية مسيحية، حرب بين الكاثوليك والبروتستانت. هذه الحرب المذهبية الدينية المسيحية المسيحية في ألمانيا أدت إلى قتل عدد كبير من الناس في ألمانيا. 40% من سكان ألمانيا قتلوا في هذه الحرب. يعني كان عدد سكان ألمانيا 17 مليون نسمة، بقوا 10 مليون نسمة بعد الحرب. 7 مليون ماتوا في هذه الحرب. إمتى؟ 1600 وشوية، يعني من قرون، يعني رقم كبير جدا ونسبة كبيرة جدا من السكان، قرابة النصف. الحرب المدمرة ديت هي التي أدت أن بعد كده تنشأ الدولة الوطنية الحديثة أو الدولة القومية. إنما ألمانيا في رحلة الدم هذه في حرب 30 سنة المسيحية المسيحية خسرت كتير جدا جدا من الناس، زي ما قلت لحضراتكم 7 من 17 مليون نسمة. بعد كده جات الحروب النابليونية، طبعا برضو في معارك بعد كده، أهم الحروب بعد كده الحروب النابليونية. نابليون بونابرت قدر أنه هو يصل إلى ألمانيا. كانت ألمانيا وقتها مفككة، بروسيا ومجموعة دويلات كتيرة، لدرجة أن الفيلسوف الألماني الكبير أو فيلسوف ألمانيا الأكبر هيجل كان سعيد جدا بوصول نابليون بونابرت. قال لك ده راجل بتاع قانون وحداثة وتقدم ويؤدي إلى وحدة ألمانيا وإلى دخولها على طريق القانون وخروجها من ثقافة العصور الوسطى. فكان هيجل سعيد جدا جدا بأن نابليون هيغزو بلاده اللي هي ألمانيا علشان يوحد هذه الدولة ويخليها تعمل بموجب القانون، الكلام اللي كان بيقوله
نابليون بونابرت للتبشير بحروبه أنها حروب تنويرية أخلاقية. حتى الموسيقار العالمي الكبير بيتهوفن عنده سيمفونية أهدى هذه السيمفونية إلى نابليون، لكن بعد كده لما شافوا جرائم نابليون في هذه الحروب بيتهوفن رجع تاني وشطب على الإهداء على الأسطوانة وأهدى هذا العمل الموسيقي إلى شخصية أخرى. إنما هذه الحروب النابليونية أيضا عانت فيها ألمانيا الكثير. بعد كده أوروبا عاشت 100 سنة هي الأفضل في تاريخ أوروبا، من 1815 اللي هي معاهدة فيينا اللي بعد حروب نابليون بونابرت، قفلنا بقى الحروب النابليونية بمعاهدة سلام كبيرة جدا اسمها معاهدة فيينا. المعاهدة دي خلت في سلام في أوروبا لم يحدث من قبل ولا من بعد، لأن السلام قعد في أوروبا إلى حد كبير باستثناءات بسيطة، إنما قعد 100 سنة كاملة من 1815 ل 1914 الحرب العالمية الأولى. ألمانيا دخلت الحرب العالمية الأولى وانهزمت فيها وضحايا كتير جدا، يدوب شوية هتلر وصل للسلطة دخل الحرب العالمية الثانية مات 9 مليون من ألمانيا. يبقى عندك الحروب المسيحية في ألمانيا، الحرب الدينية الداخلية أو الحرب الأهلية الدينية اللي هي حرب 30 عاما، شوية حروب صغيرة لكن بعد كده حرب كبيرة نابليون بونابرت، شوية حاجات صغيرة لكن بعد كده الحرب العالمية الأولى، شوية الحرب العالمية الثانية، يعني 4 مجموعات حروب ضخمة مرت بيها ألمانيا. أول الحروب 40% من السكان ماتوا، وآخر الحروب الكبرى الحرب العالمية الثانية 9 مليون إنسان ماتوا في ألمانيا. البلد اللي مرت بكل هذا الدم وكل هذه الحروب، إزاي بقت ألمانيا القوية المتمكنة اللي عندها حضور عالمي كبير على كافة الأصعدة؟ العقل، العلم، التعليم، الثقافة، الرصانة والتقل اللي موجود في ألمانيا، مش الخفة والاستعراض والمظهرية والسطحية سواء في الثقافة أو السطحية في الأداء العام، إنما العمق والرسوخ والرصانة والمعرفة اللي عند النخب الألمانية المتعاقبة هي اللي خلت ألمانيا رغم كل هذا الدم تبقى ألمانيا التي نراها. لو بلد تانية ومرت بكل هذه المذابح وهذه المآسي وكل هذه الدماء ما كانش ممكن تقوم مرة تانية، إنما العقل هو اللي وازن الدم والمنطق هو اللي وازن الحروب، وألمانيا بلد العقل والمنطق هي التي حفظت ألمانيا بلد الحروب والدماء. من هذا المجلد الخاص أو العدد الخاص مجلة التاريخ الفرنسية عن تاريخ ألمانيا نجد الحكمة النهائية: العقل أولا، العقل أخيرا، العقل دائما. وفاصل ونكمل. ثلاثة لن تصدق أغرب عملية سرقة في اليابان. اليابان هي كوكب اليابان. ليه؟ لأن اليابان فيها اختلاف كتير عن العالم في أشياء كثيرة جدا، تقدم التكنولوجي، الإيقاع المنضبط للحياة، الشخصية اليابانية، لدرجة أنه مجازا بيطلق على اليابان كوكب اليابان من فرط اختلافها وتميزها عن العالم. إنما هذه الجريمة الطريفة جدا جدا بتبين أنه حتى السرقة في اليابان أحيانا بتبان أنها في كوكب آخر. موقع روسيا اليوم نشر عن هذه القضية المثيرة جدا اللي حصلت قبل سنوات طويلة في اليابان في عقد الستينيات. واحد لص قرر أنه هو يسرق كمية معقولة من الفلوس، حط عينه على بنك أنه هيسرق هذا البنك، لكن الفكرة اللي لجأ إليها مذهلة. فهو ما دخلش البنك أو اقتحمه، هو شكل عصابة كبيرة جدا من نفسه هو بس، ما فيش أي حد معاه، لكن هو قام بكل الأدوار. فعمل إيه؟ راقب فرع للبنك في طوكيو وبدأ يبعت رسائل تهديد، وعرف إن البعض بيهدد مدير البنك، فاستغل هذا الموضوع كثغرة إن مدير الفرع ده للبنك في طوكيو مهدد برسائل تهديد. نمرة 2،
عارف ان عربيه الفلوس اللي بتشيل الفلوس وطلع من البنك رايحه احدى الشركات الكبرى في اليابان هتطلع في الميعاد ده. اخد هو موتوسيكل وعمله بالوان الشرطه تماما، فيبان ان هو خلاص دراجه بخاريه تتبع البوليس الياباني، ولبس اللبس بتاع الشرطه اليابانيه وجا ماشي. اعترض العربيه بتاعت جمع الاموال دي، العربيه اللي فيها الفلوس ديت، ومعاها سته من الامن، ست رجال امن غير السائق في العربيه. اعترض العربيه، جم واقفين على جنب لان هو الشرطه، يعني تصوروا ان هو الشرطه لان هو شرطه، جم وقفهم. فلما وقفوا على جنب قال للسواق اركن، نزل الامن، قال لهم انه البيت بتاع مدير البنك اتفجر، كان في رسائل تهديد، هم عندهم فكره ان كان في رسائل تهديد. فقال لهم في عندنا معلومات ان في قنبله موجوده في السياره دي، فلو سمحتوا مسافه من العربيه. نزل تحت العربيه بس ان هو بيشوف في قنبله ولا ما فيش، اطلق دخان. هو كان مجهز عمليه اطلاق الدخان ديت. طلع الدخان، الناس خافوا، طلع قال لهم بسرعه ابعدوا لان في انفجار هيحصل فورا، بعدوا مسافه كبيره وهم في حاله ذعر. بكل بساطه ساق العربيه واختفى الى الابد. كل المحاولات ان يوصلوا ليه، كان في جنون في اليابان، مش عشان هو سرق 6 مليون دولار من العربيه بس، انما ازاي هو قدر يتصرف بهذا الذكاء الخارق وما يسيبش اي اثر، لدرجه ان هم اشتبهوا في 110 الف شخص وعملوا تحقيق مع ال 110 الف شخص ما وصلوش لحاجه. وبعد كده وزعوا شرطه على مليون انسان، لم يصلوا الى شيء. وبعد فتره انتهت القضيه تماما لانها سقطت نتيجه عدم الوصول لاي شخص يمكن ان يكون ارتكب هذه الجريمه. جريمه طريفه جدا، تبين ذكاء شخص مجرم ازاي قدر يعمل هذه التركيبه كانها فيلم سينمائي، في الاخر يسطو على سياره بكل هذا الدهاء ويختفي الى الابد. انه كوكب اليابان. شكرا لحضراتكم، وإلى حلقة جديدة من برنامج الطبعة الأولى.